أنه أخبرني في يوم من الأيام عندما كنت أتحدث عن أبي وقلت يرحمه الله، فقال أنه لا تترحمي علي، نحن لا نعرف حاله، هل هو من أهل التوحيد أو من غير أهل التوحيد. فكانت هذه الصدمة كبيرة لي، يعني أنا أعرف أن أبي يرحمه الله كان إنسان مستقيم، إنسان محافظ، وهو على خلق. يعني شكك في إسلام أبيك؟ نعم، هذه كان أمر صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، وأخبرني أنه كل الذين ماتوا قبل هذه الفترة هم يشككون في إسلامهم، ولذلك هم يتوقفون في الترحم عليهم. يعني وصلت الأمور بهم إلى هذه الدرجة. يعني بعدين يعني أصبحت أفكر بجدية، يعني هل ممكن نحن أيضا ليس مسلمين؟ يعني شنو كان ردك إلى؟ فتناقشت طبعا بهذا الأمر، وأني أخبرت أن أبي أحسبه أنه ما شفت أنه رجل غير صالح، الحمد لله وربانا تربية صالحة، كان يصلي 5 أوقات في المسجد. فهو يقول لا، هذا الأمر مشكوك فيه، ونحن لا نستطيع أن نترحم، نتوقف في الترحم. بالأخير جاز والدك اللي أعطاك إلى كزوجة بأن والدك أيضا مو مسلم، وحتى أبوه. يعني أنا لا أستغرب على أبي، وبالتالي حتى أبوه، يعني أبوه في الفترة الأخيرة فقد عقله، يعني الرجل أصبح كبير بعمره فقد عقله، وهو يقول لا نعرف هل هو إلى الجنة أم إلى النار. أبو حذيفة، أكثر موضوع كان يحذركم منه البغدادي؟ الخروج والخروج والخروج تحت السماء المفتوحة.